أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أسبابا يتجنب الإنسان ما يشوش فكره من أن يكون بحضرة الطعام يستهيل، أو يدافعه الأخبثان، أو يأتي مستعجلا ويركض، يأتي بسكينة. كل هذه من أسباب الخشوع. وأعظم ما يجلب الخشوع استحضار عظمة الله جل وعلا وتدبر القرآن الذي يتلى في الصلاة، من أعظم أنواع أسباب الخشوع.